cordial and then you'll die. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة اخترنا لك، معكم تامر النبي. النهاردة هنتكلم عن النسيان وليه الإنسان بينسى بعض الوقت، هل هو زهايمر وإيه أسباب النسيان دي وإزاي نتغلب عليه وحاجات كتير، خليكم معي. أولا تعريف النسيان. النسيان هو عدم القدرة على استرجاع المعلومات عند الحاجة إليها، وهو علاج فعال لكثير من الصدمات وأزمات الحياة، ولكنه إذا أثر بشكل سلبي على تفاصيل الحياة كنسيان الأسماء أو مواعيد تناول الأدوية أو المواعيد الاجتماعية والرسمية وغيرها من الأمور، هنا تصبح النسيان مشكلة تحتاج إلى علاج. يتم تخزين المعلومات في الذاكرة على شكل شبكات متداخلة، حيث توجد في كل شبكة معلومات تتعلق بمفهوم معين، وترتبط هذه الشبكات مع بعضها البعض بعلاقات معينة. عند التفكير في مفهوم ما، تفتح الشبكة المتصلة بالمفهوم والشبكات التي تحتوي على مفاهيم قريبة منه. أيضا يحدث النسيان عندما يتم قطع هذه الشبكة بسبب حدوث تشويش وتدخل يضعف القدرة على التركيز، فعندما يتعرض الشخص للتدخل تنخفض قدرته على تذكر المعلومات حتى خلال فترات قصيرة جدا من الزمن. أنواع الذاكرة. هناك 4 أنواع من أنواع الذاكرة. 1 الذاكرة الحسية، وتمثل المستوى الأول للذاكرة وتستمر لفترة قصيرة جدا 3 ثواني، حيث تحفظ هذه الذاكرة الانطباعات عن المؤثرات الحسية أي التي تم تلقيها من خلال الحواس 5 من الذاكرة السمعية والبصرية. 2 الذاكرة قصيرة المدى، هذا النوع من الذاكرة محدود فيما يتعلق بكمية المعلومات التي تخزنها والمدة الزمنية التي تخزنها فيها. استعمل هذه الذاكرة ما بين 30 ثانية إلى 3 أيام. 3 الذاكرة العاملة، يمكن تعريف الذاكرة العاملة بأنها مخزن مؤقت لكمية محدودة من المعلومات يمكن استخدامها لإيجاد أفكار وخطط عملية وتنفيذها وتحويل المعلومات واستخدامها في اتخاذ القرارات او الحسابات. 4 الذاكره طويله المدى، هي ذاكره ذات قدره تخزينها طويله قد تمتد لعده عقود، ومن اجل تثبيت المعلومات يجب ان تنتقل من الذاكره الحسيه او قصيره المدى الى الذاكره طويله المدى. اسباب كثره النسيان. 1 سوء التغذيه، للتغذيه دور مهم في تحسين الصحه البدنيه والذهنيه. التغذيه السيئه غير الصحيه ضعيف وظائف الدماغ وضعيف القدره على التفكير وتضر الذاكره، والحصول على تغذيه داعمه للذاكره يجب ان يحتوي الغذاء اليومي على فيتامين بي 12 الذي دي دورة مهمة في صحة الدماغ والأعصاب، وفيتامين حمض الفوليك الذي يعزز التركيز والذاكرة. تشير الدراسات أن مناطق التعليم والذاكرة والصحة العقلية تكون أصغر حجما عند الأشخاص الذين يعتمدون في غذائهم على الوجبات السريعة والأطعمة المقلية أو رقائق البطاطا. 2 الإفراط في تناول الطعام، تناول الكثير من الطعام حتى وإن كان صحيا يؤدي إلى الإضرار بوظائف الدماغ كالتفكير والتسكير، ويزيد من احتمال الإصابة بالزهايمر. الكحول وبعض أنواع الأدوية، تناول المشروبات الكحولية يسهم في إتلاف خلايا الدماغ ويؤثر على وظائف بما في ذلك الذاكرة، كما أن تناول الأدوية المنومة له دور في إضعاف الذاكرة. 4 كثرة التوتر وقلة النوم، يؤثر التوتر وقلة النوم على الذاكرة لأنهما يعرقلان التركيز ويؤثران على قدرة الدماغ على تخزين واستدعاء الذكريات، كما أن التوتر والحرمان من النوم من أسباب النسيان أثناء الحمل. تشير الدراسات أن النوم العميق يعزز الذاكرة، وأن الإصابة باضطراب توقف التنفس أثناء النوم من أسباب تدهور الذاكرة المكانية وعدم القدرة على تحديد الاتجاهات. 5 إصابات الرأس واضطرابات الدماغ، قد تتسبب إصابة في الرأس بالتأثير على وظائف الدماغ بما في ذلك الذاكرة، ومن المعلوم أن الإصابة السكتة الدماغية الصامتة أو موت خلايا المخ تسبب انسداد الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ، والذي يتسبب بظروف في ضعف كفاءة الذاكرة، كما أن التهاب الدماغ وأورام الدماغ أيضا تؤثر على فعالية الذاكرة. لا تقتصر تداعيات التدخين على آثاره على الصحة البدنية فقط، بل تتعداه للصحة الذهنية والذاكرة، حيث تثير الدراسات أن المدخن يجد صعوبة أكبر في الربط بين وجوه الناس وأسمائهم مقارنة بغير المدخن. 7 الخرف، يتسمم مرض الخرف بحدوث تدهور في الذاكرة والتفكير والسلوك، ويعد مرض الزهايمر من أكثر أسباب الخرف شيوعا، بالإضافة لأمراض الأوعية الدموية وتعاطي المخدرات او الكحول وغير ذلك من اسباب تلف خلايا المخ. 8 اضطرابات الغدة الدرقية، يؤثر اضطراب مستوى افراز هرمون الغدة الدرقية على الوظائف الحيوية للجسم ومن ضمنها وظائف الدماغ، مما يؤدي الى ضعف الذاكرة. 9 الالتهابات، يعتبر فقدان الذاكرة من اعراض بعض الامراض مثل مرض نقص المناعة البشرية الايدز والسل الزهري. الاكتئاب، قد تكون حالة الاكتئاب التي تصيب الفرد هي السبب في كثرة النسيان وفقدان التركيز. 10 الاصابة ببعض الامراض مثل السكري والتهابات الجهاز البولي ومرض الرهبة الذي ينتج عنه نقص كمية الاكسجين التي تغذي الدماغ، وفشل الكبد او الكلية الذي يزيد من مستوى السموم في الدم مما يؤثر سلبيا على وظائف الدماغ، واضطرابات القلب التي تقلل من تدفق الدم في الجسم بشكل عام وفي الدماغ بشكل خاص. اخيرا الانعزال وضعف التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي مفيد جدا للدماغ ولتحسين المزاج بشكل عام، وان الاشخاص الذين يتواصلون باستمرار مع اصدقائهم يكونون اكثر سعاده واكثر انتاجيه واقل عرضه لتدهور وظائف الدماغ والنسيان. طرق تحسين الذاكره، التركيز على شيء واحد فقط رغم تعدد المهام التي يجب على الفرد انجازها، الا انه من الضروري التركيز على مهمه واحده فقط كل مره، لان الدماغ بحاجه لوقت كافي للتعامل مع كل معلومه
المعلومة وحفظها لاسترجاعها في وقت لاحق. عند تعدد المهام والواجبات يضطر الدماغ لمعالجة المعلومات بطريقة مختلفة وتفقد الذاكرة الكثير من التفاصيل. استعمال الحواس الخمس في عملية تخزين المعلومات. كلما زاد عدد الحواس المستخدمة عند تلقي المعلومات أصبح ترسيخها في الدماغ أقوى وتزداد إمكانية استرجاعها بسهولة. حيث يمكن ربط معلومة معينة برائحة أو صوت معين. تكرار. قيل قديما التكرار يعلم الشطار. هذه المقولة صحيحة، فعند تكرار معلومة أكثر من مرة تزداد قدرة الدماغ على حفظها. تقسيم المعلومات إلى وحدات. حفظ المعلومات كما هي كوحدة كاملة يبطئ من الحفاظ ويزيد من احتمال نسيانها. وتجزئة المعلومات الكبيرة إلى أجزاء صغيرة وحفظ كل جزء كوحدة منفصلة يساعد على سهولة الحفظ والتذكر. مثل عند محاولة تذكر عدد مكون من 9 منازل يمكن تقسيمه إلى 3 وحدات كل وحدة مكونة من 3 منازل مما يسهل الحفظ. تنظيم المعلومات. الدماغ يحب التنظيم، لذا يجب إدخال المعلومات المراد تذكرها بانتظام إلى الذاكرة. فيما تم إدخاله بانتظام يصل الاستدعاء وتذكره. استخدام الروابط. من الطرق المفيدة لحفظ المعلومات المعقدة هي ربطها في الذهن بصورة أو أغنية أو جملة مما يسهل تذكرها بصورة أفضل. ممكن تجميع الحروف وإمارة حفظها في تعبير واحد. خير مثال على ذلك اختصارات أحكام تجويد القرآن الشهيرة. تناول الأغذية المفيدة لصحة الدماغ مثل الأغذية الغنية بأوميغا 3 فهي من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا الدماغ ومصادرها الأسماك والجوز والتوت البري. ممارسة النشاط البدني. ممارسة الرياضة تزيد من حجم الجزء المسؤول عن الذاكرة في الدماغ مما يحسن من قدرة الإنسان على الحفظ وتشكيل الذكريات الجديدة. ممارسة ألعاب تنمية الذاكرة. هناك بعض الألعاب التثقيفية التي تعتبر مثالية لتمرين العقل وتنشيطه، ومنها على سبيل المثال لعبة الكلمات المتقاطعة. الواقع أن حس الذات باستمرار على تذكر حقائق أو حل أحاجيات يساعد على تكوين بصلات عصبية جديدة في الدماغ مما يساعد في الحفظ على ذاكرة الدماغ مع التقدم في العمر. الامتناع عن رفع مستوى الصوت أثناء استخدام سماعات الأذن. يتضرر الدماغ عند تعرضه للأصوات العالية عبر سماعات الأذن وتقل قدرته على تخزين المعلومات في الذاكرة. التعرض لأشعة الشمس فهي مصدر الشعور بالطاقة والتركيز وتزيد من فعالية الدماغ، حيث أن قلة التعرض لضوء النهار الطبيعي يؤدي إلى الاكتئاب ويعرض الإنسان للنسيان. وهنا أغذية تحسن صحة الدماغ. التوت البري، سمك السلمون، المكسرات، الأفوكاتو، الحبوب الكاملة، البقوليات، الرمان، الشاي والشوكولاتة الداكنة. وهنا ينتهي موضوعنا النهاردة. أتمنى أن يكون عجبكم. ما تنساش تعمل لايك وشير. أشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معكم تامر نبيل، والسلام عليكم ورحمة الله. Do 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 do